الجيش اليمني يعلن تقدمات جديدة على جبهات عدة ويحصر الحوثي بين فكي كماشة. طهران تعتبر وصول مفتشي وكالة الطاقة الذرية إلى إيران لتفقد المنشآت النووية غير مقبول. يونيسف تقول إن قرابة 850 طفلاً في مرمى النيران بالحسكة وفرار نحو 45 ألف مدني. انقطاع تيار يفاجئ وزراء الطاقة خلال توقيع اتفاق يزيد ساعات التغطية في لبنان بواقع 2 يومياً. معهد واشنطن يكشف أن مكتب قاني زود إعلام ميليشيات إيران بصور زيارات لأضرحة لخلق صورة وريث سليمان. محمد الشاكر أردني يقدم تحديثات الطقس لأكثر من 30 مليون مستخدم. أول دراسة من نوعها تحدد 4 عوامل تكشف الإصابة بكورونا طويل الأمد. أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة اليوم من استوديو الحدث، ساعتان نفتح فيهما أهم الملفات. البداية من التطورات اليمنية، حيث قال الناطق باسم الجيش عبد مجلي استعادة السيطرة على مديرية عين في شبوة بالكامل وتحقيق تقدمات متسارعة على الأرض، موضحا أن الفرق الهندسية تمكنت من إزالة الألغام من المديرية تمهيدا لإعادة السكان إليها. حقق أبطال الجيش الوطني وألوية العمالقة ورجال القبائل استكمال تحرير مديرية عين بالكامل بعد عمليات هجومية مباغتة وتحقيق التقدمات المتسارعة على الأرض من خلال الالتفاف والتطويق والسيطرة على مفترقات الطرق والهيئات الحاكمة. وقد تمكنت الفرق الهندسية التابعة للجيش وألوية العمالقة بإزالة الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية الانقلابية تمهيدا لإعادة السكان إلى مناطقهم ومنازلهم. وخلال المعارك الهجومية دمرت مدفعية قوات العمالقة مواقع وتحصينات وأطقم وعربات وأسلحة الميليشيات الحوثية الانقلابية. جبهة حريب جنوب المحافظة شنت قوات الجيش وألوية العمالقة عمليات هجومية من عدة محاور، وبإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية تمكنت القوات من خلالها التحرير والسيطرة على مديرية حريب بالكامل مع مركزها الإداري، وتم السيطرة على الهيئات الحاكمة في المديرية وسط فرحة وترحيب من قبل أهالي حريب. كما حققت قوات الجيش وألوية العمالقة السيطرة على مفترق الطرق الهامة الرابطة بين مديرية حريب ومديرية العبدية. كما تم تحرير عقبة ملعاء، وما زال التقدم مستمر للسيطرة على جبال ملعاء الاستراتيجية الواقعة بين مديرية حريب والجوبة. يواصل أبطال الجيش والمقاومة الشعبية ورجال القبائل العمليات القتالية الهجومية والتقدمات على الأرض، تم من خلالها تحرير منطقة الفليحة والردها بالكامل. هذا ولفت الناطق باسم الجيش اليمني للميليشيات أصبحت الآن بين فكي كماشة. أسفرت العملية الهجومية عن تكبيد الميليشيات الحوثية المدعوم من إيران الخسائر الكبيرة في الأرواح والعتاد ومقتل العشرات من عناصر الميليشيات والقبض على العديد منهم، كما استعادت قواتنا كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات والذخائر المتنوعة. نفذت قوات الجيش الوطني عملياتها الهجومية المباغتة وبإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية في مديرية جبل حبشي منطقة العنين، وتم تحرير السلسلة الجبلية في منطقة شرف العنين وأهمها الجبيرية والصفراء والأقحف والمشبك والقاعدة. وهذه المناطق تطل على الخط الإسفلتي الرابط بين محافظة تعز والحديدة. وخلال تلك المعارك الهجومية تم تكبيد الميليشيات الحوثية الانقلابية الخسائر الكبيرة في الأرواح والعتاد، فيما لاذت العديد من عناصر الميليشيات الحوثية بالفرار إلى منطقة هجدة والرمادة، وقواتنا تواصل التقدم لتحرير تلك المناطق.
من مأرب ينضم إلينا موفد الحدث الزميل أحمد بجاتو. أحمد أهلا بك معنا في هذه الساعة، وضعنا في ميدانيات ما يحدث هناك في حريب، استكمال عمليات التمشيط، وأين وصلت عمليات كذلك الفرق الهندسية لنزع الألغام، وماذا عن عين تحديدا؟ أهلا تسبيح، دعينا نبدأ بما يحدث الآن. هناك قصف متواصل من قبل طيران التحالف وغارات مستمرة على مراكز تجمعات وثكنات الميليشيا الحوثية على طول مسرح العمليات القتالية في الجبهة الجنوبية لمأرب، وتحديدا أيضا في مديرية العبدية، حيث استهدفت هذه الغارات عدد من الآليات والأطقم الحوثية في هذه المديرية. ما يحدث الآن هو تقدمات مستمرة من قبل ألويات العمالقة التي وصلت إلى عقبة ملعاء، وهناك وهي والجيش بالطبع، وهناك أيضا تقدمات للسيطرة على السلسلة الجبلية في ملعى. هذه السيطرة على السلسلة الجبلية ستحكم الحصار بصورة كاملة على الميليشيا الحوثية الموجودة في الجبهة الجنوبية لمأرب. من الناحية الأخرى تتقدم قوات الجيش في الجبهة الجنوبية لمأرب، حيث قامت بالسيطرة على سلسلة جبال الردهة وكذلك منطقة الفليحة بالكامل، وهاتان المنطقتان تقعان في مديرية الجوبة. هناك يعني كما يقول المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد عبد المجلي أن ميليشيا الحوثية وقعت تحت فكي كماشة، والحصار أطبق عليها بصورة شبه كبيرة، خاصة العناصر الحوثية الموجودة في الأطراف الجنوبية لجبل البلق الشرقي. نحن نتحدث عن خسائر متتالية وتراجع مستمر لميليشيا الحوثي التي تتمركز الآن أغلب العناصر الخاصة بها في معسكر أمنيش، هذا المعسكر الذي يقع في الجبهة الجنوبية الشرقية لمأرب. هذا المعسكر تحيط سلاسل جبلية توفر الحماية للعناصر الموجودة داخله، لكن مع قدوم ألويات العمالقة من الجنوب وكذلك قوات الجيش الوطني من الشمال ربما تتغير الأمور ويتم السيطرة على هذا المعسكر بصورة سريعة للغاية، وتلتحم في هذا المعسكر كل من قوات الجيش الوطني وألويات العمالقة. فيما يتعلق بما يحدث في حريب، هناك سيطرة كاملة الآن، يجري تأمين المدينة ومركز المدينة وتطهير هذه المناطق السكنية من العبوات الناسفة والألغام التي زرعتها الميليشيا الحوثية في كافة الطرق وبجوار المستشفيات والمدارس وغيرها. تتحدث الفرق الهندسية عن أن هناك لغم كل 3 أمتار، يعني نتحدث عن كميات كبيرة من العبوات الناسفة. عادت الكهرباء مرة أخرى إلى مديرية حريب بعد أن قطعت عنها فترة طويلة. في خلال 4 أشهر سيطرت عليها ميليشيا الحوثي على مديرية حريب، كانت الكهرباء فقط تأتي 4 ساعات في المساء لمركز المديرية وساعة واحدة فقط لريف مديرية حريب. لكن الآن ومع قرار محافظ مأرب سلطان العرادة بتطبيع الخدمات في المديرية المحررة حديثا، ستعود الخدمات مرة أخرى، ليس فقط الكهرباء وإنما أيضا المواد البترولية والإغاثية والتموينية وغيرها. فيما يتعلق بعين، نعم، المتحدث باسم الجيش اليمني قال أن هنالك اشتباكات ومعارك أيضا في الخط الرابط ما بين تعز والحديدة. في دقيقة لو سمحت ضعنا في صورة ما يحدث هناك. نعم بالفعل هناك اشتباكات في الخط الرابط ما بين تعز والحديدة، هناك قصف مستمر لطيران التحالف، كان هناك سيطرة على العديد من المناطق والعديد من السلاسل الجبلية الهامة التي تقع في هذه المنطقة. نعم يعني ربما تفعيل الجبهات بصورة مختلفة، وهذا ما أكد عليه العميد التركي المالكي، هو تفعيل الجبهات وكافة المحاور في عملية حرية اليمن السعيد. نعم أحمد، إلى تراجع في مختلف المناطق والمحافظات والجبهات لصالح قوات الشرعية. من مأرب موفد الحدث الزميل أحمد بجاتو، شكرا جزيلا لك أحمد على كل هذه المعلومات. وتأكيدا للموقف المعلن أكثر من مرة مؤخرا، اعتبرت الخارجية الأمريكية أن الحوثيين مسؤولون عن معاناة الشعب اليمني. وفي رد على سؤال لمراسلة الحدث عن معنى كون الحوثيين قيد المراجعة، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة لن تتردد في محاسبة القادة الحوثيين المسؤولين عن الهجمات الإرهابية. We will continue to work with our allies and partners. سنواصل العمل مع حلفائنا وشركائنا في المنطقة، ولا سيما من أجل تعزيز مساءلة القادة الحوثيين الذين كانوا وراء تلك الهجمات الإرهابية. لقد حققنا ذلك في الأشهر والأسابيع الأخيرة باستخدام مجموعة متنوعة من الأساليب بما في ذلك العقوبات، وأتوقع أنكم سترون خطوات أمريكية إضافية لمحاسبة القادة الحوثيين المسؤولين عن الهجمات الإرهابية. وكما ذكرت أمس،
الحديث، فإننا لن نتردد في تسمية قادة الحوثيين المشاركين في الهجمات العسكرية التي تهدد المدنيين والاستقرار الإقليمي والذين يؤججون الصراع. أولئك هم المسؤولون عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ما تسبب بتفاقم الأزمة الإنسانية. وعندما نتحدث عن الأزمة الإنسانية، فإن الحوثيين هم المسؤولون في المقام الأول عن معاناة كثير من اليمنيين، لذلك نحن نستخدم كل وسيلة متاحة، وسوف نستمر في ذلك من أجل محاسبة الحوثيين. من القاهرة ينضم إلينا دكتور علي ذهب، المحلل العسكري والخبير استراتيجي. أهلا بك معنا دكتور ذهب إلى استوديو الحدث، وبداية لنسأل عن الأهمية الاستراتيجية للتقدمات الأخيرة للجيش الوطني والعمالقة مدعومة من التحالف. تحية لك وللمشاهدين. أهلا بك. الحقيقة هذه التقدمات هي إضافة نوعية لما حققته القوات العمالقة والقوات الحكومية الأخرى في محافظتي شبوة ومأرب، وهذه الإضافة النوعية هي إحراز كثير من الأرض والتقدم باتجاه مناطق أخرى تمثل إضافة أخرى لهذه القوات في مناطق العبدية وفي مناطق اليوبة، وفقا لما المؤشرات الحاصلة على الأرض لأن هنالك تحركات في اتجاهين، الاتجاه الأول جنوبا باتجاه العبدية، والاتجاه الآخر وهو الاتجاه الرئيسي باتجاه العبدية بعد السيطرة على عقبة ملقاء الاستراتيجية التي تتدرج سلاسلها بين مرتفع شاهق يصعب الوصول إليه إلا بجهد كبير. وقد تمكنت الولايات العمالقة مدعومة بقوات الجيش من الجهة الشمالية لهذه المنطقة من السيطرة عليها، ويمكن أن يكون هنالك التفافا مزدوجا تقوم به هذه القوات من جهة الجنوب ومن جهة الشرق هذه القوات للسيطرة أو للوصول إلى معسكر ريش الذي سيمهد وبشكل كبير الوصول إلى منطقة الجوبة أو الجديدية اللي هي مركز مديرية الجوبة. هل نفهم أن الحوثيين ما زالوا يتمركزون في محيط الجبهة الجنوبية لمأرب، أما يحدث هي فقط عملية ملاحقة لما تبقى من عناصر هناك؟ في المنطقة لم تعد كما كانت قبل شهر من بدء العمليات، هناك إزاحة جغرافية وإزاحة بشرية لهذه القوات إلى مناطق الفليحة وباتجاه ما بعد ملقا وأيضا ما بعد معسكر ما قبل معسكر أم ريش. العمليات تتقدم بوتيرة كبيرة أو القوات تتقدم بوتيرة كبيرة وهي تحاول عمل إحاطة من اتجاهين من قبل قوتين محيطتين أو متقدمتين من محيطين مختلفين أو من اتجاهين مختلفين، كل منهما ينفذ التفافا، والمجموع لهذين التقدمين يمثل إحاطة أو تطويق للقوات الموجودة في منطقة أم ريش. في كل الأحوال نحن نقول أن التقدم الذي حصل هو تقدم كبير وواسع جدا، ولكن نتيجة لظروف وطبيعة الأرض التي تتوزع بين الجبلية الشاهقة والصحراوية التي تغرق فيها الوسائل والقوى، فإن ما حققته القوات يمثل نصرا استراتيجيا في ظرف قياسي عد بالأيام وليس بالشهور. من القاهرة الدكتور علي الذهب، المحلل العسكري والخبير الاستراتيجي اليمني، شكرا جزيلا لك على ما تفضلت به معنا من إيضاحات. في استوديو الحدث أيضا مشاهدينا بعد قليل. بعد ساعات من إقرار المحكمة الاتحادية صحة انتخابه رئيسا للبرلمان كاتيوشا على بيت الحلبوسي، الكتل الخاسرة ترد على الصدر وتقول إن الإقصاء من تشكيل الحكومة العراقية سيدفعنا إلى المعارضة أو المقاطعة. هي طفولة لا تعرف الحروب،
العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية. لكنها تدفع ثمن كل ذلك. جديد مشاهدينا، في العراق دنت بعثة الأمم المتحدة الهجوم الصاروخي الذي استهدف منزل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في الأنبار، واعتبرته محاولة جبانة لإحداث الفوضى، ودعت البعثة السلطات إلى تكثيف الجهود من أجل منع تلك الأفعال وإلقاء القبض على مرتكبيها. من جهته اعتبر رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور البرزاني اعتبر الهجوم تصعيد خطير يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار العراق. وكان الرئيس العراقي برهم صالح قال إن توقيت الهجوم على مقر رئيس مجلس النواب في الأنبار يستهدف استحقاقات وطنية ودستورية، واصفا الهجوم بالعمل الإرهابي المستنكر، ودعا الرئيس العراقي في تغريدة له إلى رص الصف الوطني ومواصلة الطريق نحو تشكيل حكومة تحمل مصالح العليا للعراق. الإطار التنسيقي الشيعي في العراق، وهو تجمع للكتل الخاسرة في الانتخابات البرلمانية، رد على حديث زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقال إن الإقصاء من تشكيل الحكومة سيدفعهم إلى المعارضة أو المقاطعة الحكومية، مبينا أن قادة الإطار أكدوا الالتزام بالمشاركة في إدارة المرحلة المقبلة لخدمة البلاد، وليس منهج الإقصاء الذي كبد الشعب والبلد ثمنا باهظا قبل عام 2003. بيان الإطار قال إن الإطار ما زال يأمل أن يستجيب الشركاء لذلك. أثارت تغطية إعلام الميليشيات العراقية الموالية لإيران لزيارة قائد فيلق القدس إسماعيل قاني أثارت التساؤلات حول الاهتمام بالزيارة بطريقة مختلفة عن سابقاتها، حيث كانت أكثر شمولا من المناسبات السابقة حظيت بثناء كبير. بحسب معهد واشنطن للدراسات، فإن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني يسعى إلى تعزيز نفوذ قاني كوريث شرعي لقاسم سليماني. يرى المعهد أن مكتب قاني هو من زود وسائل إعلام هناك بتلك الصور ومقاطع فيديو لقاني، لا سيما زيارته لأضرحة أئمة الشيعة في النجف وكربلاء. بحسب التقرير، فإن قاني يحاول رسم صورة عن نفسه كمؤمن حقيقي بالإسلام والمذهب الشيعي القائم في إيران وما يتبعه في العراق. كما يشير المعهد إلى أن قاني كان يحمل رسائل من المرشد علي خامنئي
استخدمت أيضا لرفع مكانته ضمن أوساط الوكلاء في العراق، خاصة ما يطلقون على أنفسهم محور المقاومة. كما اعتبر التقرير أن الجهود المبذولة لتعظيم قاني هي لإعادة مركزية قيادة الميليشيات العراقية وسيطرتها بعد فترة من التشرذم، خاصة أن الزيارات الأخيرة له أواخر العام 2020 استقبلتها عصائب أهل الحق بهجمات صاروخية خرقت الهدنة، إضافة إلى تعويض الانطباع بأن قاني لا يحظى باحترام القادة العراقيين بعد محاولته الفاشلة لعقد اجتماع مع المرجع الديني علي السيستاني ومقتدى الصدر خلال زيارته. من بغداد مشاهدينا ينضم إلينا السيد عبد الكريم عبطان، النائب في البرلمان العراقي والقيادي في تحالف تقدم. سيد عبطان أهلا بك معنا في استوديو الحدث دوما، وبعد ساعات فقط من رد المحكمة الاتحادية الطعن في شرعية الجلسة الأولى التي تولى بها الحلبوسي رئاسة البرلمان في دورة جديدة، ردت بعض الفصائل بالكاتيوشا على مقر منزله، كيف يمكن أن يقرأ ذلك وإلى أي درجة الآن عادت الكاتيوشا لترسل رسائل الفرقاء السياسيين؟ من قبل كان هنالك استضافة لحضرتك، تحدثت أيضا عن استهداف لمقرك. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لك أخت تسابيح على هذه الاستضافة. أهلا بك. هي لقناتكم الكريمة وجمهوركم الكريم. الحقيقة شفت احنا ندين ونستنكر هذه الهجمات العشوائية والجبانة على مسلسل وليس بجديد. تعرفين جنابك مقراتنا ضربت في الأعظمية وفي اليرموك، والمقر مالتنا أيضا في السيدية وأماكن أخرى، ويبدو أنه هذا المسلسل لن ينتهي بسبب الظروف السياسية اللي موجودة والمعقدة في البلد. ولكن نحن نقول الذي حدث يوم أمس باستهداف منطقة ومضيف السيد الحلبوسي وهو رئيس برلمان العراق، هو رئيس برلمان لكل العراقيين، وأعطيت ضحايا بنتيجة هذه الصواريخ العمياء أطفال ورجال ليس لهم ذنب في هذا الأمر. وهذا الأمر إن استمر حقيقة الأمر راح يوصلنا إلى طرق لا سمح الله طرق مسدودة في عملية الحل وننتشل العمل السياسي فيها. ولكن لماذا تقدم رئيس تقدم أعضاء تقدم مقار تقدم كذلك؟ يعني هي سلسلة من هجمات أخرى، ولكن يبدو في هذه المرحلة هو التركيز على الكتلة السنية بعد الطعون التي رفضت أخيرا في المحكمة الاتحادية. والله هي ست تسابيع لنا نحكي بعقلانية وهدوء وصراحة. السنة مو حايط نصيص وصراحة أيضا السنة مو حايط نصيص، ياهو ليجي يعني يستخدم وياهم، قبل كان إقصاء وتهميش ومشاكل والآن استهداف وإلى آخره. إحنا ما أخذنا حق أحد، عملية ديمقراطية مؤمنين بها ضمن الآليات القانونية والدستورية، وجاءوا أهل السنة بموجب هذا الإطار، هو إطار دستوري وقانوني حقيقة. وإحنا طبعا بكل الأحوال نتمنى أن تحل هذه العقدة ويكون مشاكل البلد هي مشاكل مفككة، ويستخدم العقلاء والمشورة في كيفية حل مشاكل العراق، باعتبار أنه العراق فيه اليوم احنا هذا اليوم العاشر كهرباء ما تجينا نص ساعة باليوم لكل العراق. حقيقة عندنا مشاكل بالخدمات وبالديون وبالعلاقات وبفلتان السلاح، عندنا مشاكل كثيرة. لذلك احنا نتمنى وقلنا عندما جت هذه نتائج الانتخابات بالشكل اللي شفتوه جنابكم استبشر العراقيين خيرا، وفكرنا بكيفية ترقيع العملية الديمقراطية اللي صار لها 18 سنة من الضياع ومشاكل. هل يعاقبكم الإطار التنسيقي على التحالف مع مقتدى الصدر؟ ست أسابيع أنت تكلمتي على موضوع الصراحة. إحنا ثلاث مكونات رئيسية بالبلد تدخل إلى مجلس النواب باتفاق. نحن كسنة اتفقنا على الأخ محمد الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب، وأيضا اتفقنا على نوابة لأنه مرشحين كل واحد مرشح له. هذا الموضوع خاص، يعني يأتي المرشح من الأخوة الشيعة
ونحن سنصوت لمن يعطيه يكلفه رئيس الجمهورية في جلسة البرلمان وفق الآليات القانونية والدستورية. في بالبرلمانات، البرلمانات العالم كلها مو بس برلماننا، يعني ما أعرف هاي لا هي عرف ولا هي دساتير معروفة، إنه في بالبرلمان في ناس تشارك على الاستحقاق الانتخابي وتظهر معارضة أيضا في البرلمان، وإحنا صار 18 سنة بلا معارضة، معارضة ما لا توجد معارضة حقيقية. صحيح. يوجد أنفار في المجلس النواب يعارضوا بعض القرارات ولكن هي ليس حقيقية، لكن يبدو أنه في هذه الدورة ستكون معارضة حقيقية تقوم أداء الدولة، وهذه حالة صحية. ولكن في ذات الوقت من يريد أن يشارك، وهذه ليس منا من أحد، هذه يسموها استحقاق انتخابي، على قدر التمثيل في البرلمان بالإمكان أن يشاركوا لبناء البلد. بلد محتاج بناء ومحتاج هدوء ومحتاج أن نبني الدولة مؤسساتها. يعني حق اليوم ما عاد الشارع يهمه منه عبد الكريم عطان ومنه فلان، والجانب السياسي مو حل مهتمين له ترى العراقيين، ولكن كيف يمكن بناء المؤسسات بواقع الكاتيوشا كرد على كل اختلاف سياسي برأيكم صراحة سيد عطان؟ واصلة إلى الكارثة. يعني تتخيلي 80 مليار احنا صارفين على الكهرباء بها موازنة مال 10 سنوات للأردن، وبها كهرباء وبها بنى تحتية. طيب سيد عقطان، يعني فقط أخيرا اسمح لي بالسؤال، هل تعتقدون أن هذه الاستهدافات هي تسمعني سيد عقطان؟ يبدو أن فقدنا الاتصال مع ضيفي من بغداد السيد عبد الكريم عطان النائب في البرلمان العراقي والقيادي في تحالف تقدم. على كل شكرا جزيلا لك على ما تفضلت به معنا من إيضاحات. أفادت مصادر الحدث بمعلومات تفيد باختفاء مدير أمن مطار بغداد الدولي في ظروف غامضة، وجاري البحث من قبل السلطات المختصة عليه، فيما تشير المعلومات الأولية إلى تورط ميليشيات مسلحة بعملية اختطافه في العاصمة العراقية بغداد. في استوديو الحدث بعد قليل أيضا مشاهدينا. بيروت تقع بين مدن سويسرية في تصنيف الغلاء عالميا والتوجه نحو الدولرة، كابوس جديد. ولبنان يوقع اتفاقية استيراد الغاز مع الأردن عبر سوريا ويصفها بتاريخية. التصعيد أخذ بالاتساع، حيث نجا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من محاولة اغتيال فاشلة. هل هناك معلومات عن قتلى بين متظاهرين؟ من يمتلك هذه التقنية ومحاولة انقلاب هذه ممن؟ فقد تعرض منزلي إلى عدوان الجبان. السلاح المنفلت هو الخطر الرئيسي الذي يهدد انتشار أمني كثيف. هل يعني هذا أن الكاظمي دخل الآن في مرحلة الصدام مع التابعين لإيران؟ هذا يدلل على أن لا تسليم سلمي للسلطة في العراق. هو لديه مشكلة واحدة فقط، هذا الرجل أوقف المشروع الإيراني في العراق. هل تملك هذه الميليشيات هذا القدر من القوة والسلطة؟ من المستفيد من إزاحة رئيس الحكومة عن المشهد القادم في العراق؟ We'll be right back.
أهلا من جديد. كانت توصف بأنها سويسرا الشرق لانفتاحها الثقافي، لكن العاصمة اللبنانية بيروت حلت في المرتبة السابعة عالميا والأولى في المنطقة من حيث مؤشر كلفة المعيشة للعام 2022، وبالفعل جاء تصنيفها بين مدن سويسرية. وقد خلفت الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعاني منها البلاد غلاء كبيرا في المعيشة جراء تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي، ما أدى إلى تراجع كبير في مؤشر القدرة الشرائية من أكثر من 51 في العام 2017 إلى أكثر من 15 في مؤشر هذا العام. التقلبات التي يشهدها سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي في لبنان دفعت بالأسواق اللبنانية للاعتماد بشكل أكبر على التداول بالدولار والتسعير به في ظل انعدام ثقة حول الليرة اللبنانية وقيمتها المتبادلة. كذلك خلال الأيام الماضية شهد لبنان تظاهرات طلابية أمام عدد من الجامعات التي قررت البدء بتقاضي جزء من أقساطها بالدولار نقدا، قرار سبقها إليه عدد كبير من القطاعات الأساسية والثانوية على حد سواء في البلاد، ومعهم نسبة كبيرة من التجار ومقدمي الخدمات والمؤسسات التجارية على أنواعها، إضافة إلى مختلف أنواع السلع المستوردة من الخارج، وليس انتهاء عند بعض المشافي وشركات التأمين وفواتير مولدات كهربائية وموزعي الإنترنت والمتاجر الإلكترونية التي قررت جميعها تقاضي أجورها وأتعابها بعملة الدولار حصرا. هذا الواقع بات يثير مخاوف شريحة كبيرة من القوى العاملة في لبنان التي تتقاضى أجرها بالليرة اللبنانية، حيث يتحول السوق اللبناني شيئا فشيئا إلى الدولارة التامة مقابل تراجع في طلب الليرة اللبنانية والاعتماد عليها في التداول، مع ما يحمله ذلك من تأثير اقتصادي من جهة وإشكالية قانونية من جهة أخرى. يأتي هذا الواقع في حين أن القانون اللبناني واضح لجهة معاقبة كل من يرفض تقاضي الليرة اللبنانية فوق أراضي البلاد، لكن تأثيرات الأزمة الاقتصادية وتقلبات وتعدد أسعار الصرف في البلاد إضافة إلى انعدام الرقابة الرسمية من قبل السلطات اللبنانية حولت القانون إلى حبر على ورق، وأدت إلى فوضى في التسعير والتداول والتصريف يصعب في ظلها المحاسبة. هلا أكثر سلعة هي ربطة الخبز، لأنه هيدي السلعة الوحيدة اللي الواحد إذا ما عنده أكل بيقدر يأكل خبز يحاف. أكبر سلعة يعني هيدي حق اليوم 8000، عم يبيعوكي 5 طرف، يعني شو لوين بعد بدنا نوصل بعد أكثر من هيك؟ بأيام الحرب أو لنقول بأيام 58 يعني ثورة شمعون ما وصلنا لهون، ولا وصلنا حتى بالحرب اللبنانية اللي صارت ما وصلنا لهون. ليش عم يعملوا فينا هيك؟ ليش بعد بدهم يزلوا الشعب اللبناني بعد أكثر من هيك؟ اللي معه بيقدر يعيش، طب اللي ما معه شو بيعمل؟ شو بيعمل؟ عم يمد إيده. يعني كلمة شحادين يا بلدنا اللي قالها شو من زمان حنوصل لها اليوم؟ والتعويض بالبنك إذا بتحصلي لي جزء منه فبكون ممنونة، إنه بيروت أغلى مدينة بالنسبة للمداخيل وانهيار العملة اللبنانية للأسف. الناس اللي بهمها الأمن الغذائي بعتقد كل شيء غالي عليهم. هلا اللي معهم مصاري بعتقد على الدولار كل شيء عم بيلاقوه رخيص، كل شيء عم بيلاقوه رخيص. فبنتمنى انه هالحرامية وهاللصوص يستحوا شوي على حالهم ويفكروا كيف بدنا نبني هالبلد. يعني بتطلعي الفرق بالمشتريات برا وهون، لا فرق كبير، بس هلا فعلا غليت كثير الاسعار. مستاجر بمليون بقبض 2,000,000، بيطلع لي كهرباء 300-350. يعني نحن بلاد عربيه وشفنا ما هيك في غلا. شو اكثر سلعه اليوم غاليه عم بتشوفها بالسوق؟
اللي هي مواد اللي هي المواد الاوليه للبيت وللكذا، كخبز كاي شيء يعني، حتى كمان البنزين المحروقات هيدي اغلى شيء كمان يعني. هي ممكن بالنسبه لبرا هي رخيصه كدولار او شيء، بس للاسف غاليه لبنان يعني. من بيروت ينضم إلينا المحلل السياسي السيد إبراهيم ريحان. أهلا بك معنا سيد إبراهيم إلى استوديو الحدث. والآن إشكالان متعلقان بدولرة الحياة في لبنان إن صح التعبير. أولا، من أين للبنانيين بالدولار للتعامل به، وماذا عن الإشكال القانوني كذلك كما تحدثنا في العرض قبل قليل، منع استخدام عملة غير لبنانية غير الليرة على أراضي البلاد؟ أهلا بك. أولا صباح الخير. صباح النور. مصادر الدولار في لبنان معروفة يعني بالغالب، المصادر عم نحكي عن المصادر القانونية للدولار تأتي من أموال المغتربين والمستثمرين، كانت سابقا قبل أن يغادر القسم الأكبر من المستثمرين وخصوصا المستثمرين العرب الأراضي اللبنانية بعد التجاوزات السياسية التي حصلت تجاه الدول العربية من الداخل اللبناني. لكن الطلب على الدولار في لبنان لا يزال هو يعني، شحت نسبة أو كمية الدولار في الأسواق وبقي الطلب هو، بل هو على ازدياد، لأن المواطن فقد الثقة بالقطاع المصرفي أولا، وفقد الثقة بالسلطة السياسية، وفقد الثقة بالنقد المحلي الذي هو الليرة اللبنانية. يعني هلأ المواطن اللبناني يتجه، وإن كان يمتلك مبلغا قليلا من الليرة اللبنانية، يتجه لشراء الدولار الأمريكي لأنه يعتبر الدولار الأمريكي ضمانته الوحيدة للاستمرار في الحياة، خصوصا أن كل مترتبات الحياة في لبنان تتعلق بالدولار الأمريكي. فلبنان بالمبدأ هو دولة يعني لا تصنع شيئا، بل تعيش على الاستيراد، تستورد المواد الغذائية في غالب، عم نحكي بأغلب الأحيان. ولكن زيادة الطلب على الدولار الأمريكي مع عدم توافره ووجوده، هذا يعني انهيار جديد وآخر وسقوط للعملة المحلية للليرة. نعم طبعا، هذا لأن الطلب هو في ازدياد. المصرف المركزي تدخل مؤخرا بالتعميم 161 الذي أصدره حاكم مصرف لبنان، لكن مفاعيل هذا التعميم تنتهي أواخر هذا الشهر، ما يعني أننا سنعود إلى فترة ما قبل التعميم في حال لم يمدد العمل في التعميم حاكم مصرف لبنان. زائد النقطة الأخرى، وهو في حال مدد التعميم، إلى أي مدى يستطيع مصرف لبنان أن يبقى متدخلا في السوق؟ يعني احنا حسب القانون اللبناني مصرف لبنان هو يستطيع أن يضارب في السوق، يعني أن يتدخل في السوق للجم سعر صرف الدولار، لكن ما هي قدرة مصرف لبنان؟ إلى متى يستطيع أن يستمر مصرف لبنان في لجم الدولار الأمريكي؟ أظن أن قدرة مصرف لبنان على التدخل محدودة للغاية، يعني يستطيع أن يتدخل لشهر أو اثنين أو ثلاثة أشهر على أبعد تقدير. طيب. ثم سنعود إلى ارتفاع جنوني في سعر صرف الدولار. هذا هو الشق الاقتصادي للأمر، هناك شق سياسي آخر. اليوم المبادرة الخليجية، الرسالة الخليجية التي تقدم للبنان عبر الكويت، ينظر لها كثيرون بأنها طوق النجاة الوحيد المتبقي للتعافي الاقتصادي في لبنان، أهم ضامنة ما يتعلق بإعادة الاعتبار للمؤسسات اللبنانية، احترام سيادة الدول الخليجية، منع تهريب المخدرات إليها، والعودة إلى سياسة النأي بالنفس. إلى أي درجة بيروت اليوم جريئة في التعامل بإيجابية مع هذه المضامين؟ هل تجرؤ على ذلك بمعنى أدق؟ نعم، اولا يعني تسميه المبادره برايي الشخصي عم بحكي يعني لا تعطي الحق الكافي للورقه الخليجيه، بل هي دفتر شروط خليجي على لبنان ان ينفذه بكل صراحه. يعني الدول الخليجيه لا تطلب مستحيلا ولا تطلب يعني امور غير واقعيه، بل تطلب من لبنان ان يطبق الدستور وان يطبق القوانين. يعني عندما تاتي الدول الخليجيه والدول العربية، يعني هذه المبادرة هي خليجية عربية وحتى دولية، هلا بنحكي عن الشق الدولي بشكل عابر،
هي حتى دولية عم تيجي تطلب من الدولة اللبنانية أن تطبق القوانين وأن لا يكون هناك سلاح خارج السلطة اللبنانية وأن لا تشتم الدول العربية من الأراضي اللبنانية وأن لا يكون لبنان منطلقا لزعزعة استقرار الدول العربية وخصوصا دول مجلس التعاون الخليجي. فهي تطلب تطبيق القوانين وتطلب مطالب واقعية. أما في حال كان الجواب اللبناني سلبيا على هذه المطالب فهذا يعني أننا لسنا نتعامل هنا من مبدأ دولة. يعني تبطل لا تسمى دولة بتصير. يعني ما فيها دولة. سأعود إليك للسؤال. لا أستطيع أن أطبق القوانين. هل اليوم الأمر مرتبط بقرار الدولة القرار السياسي أم مرتبط بالارتهان لقرار الخارج؟ بمعنى آخر يعني اليوم الرد على هذه الرسالة سيكون من بيروت أم من طهران؟ سأعود إليك للإجابة. ولكن قبلا مشاهدينا، ذكرت صحيفة نداء الوطن أن التعاطي مع الاعتداءات المتكررة على قوات يونيفيل جنوب لبنان بات الأمر أقرب إلى التسليم بكونها رسائل عابرة للحدود تضعها ميليشيات حزب الله، مشيرة إلى أن هذه الميليشيات بدأت تستشعر جديا ثقل الضغوط المتزايدة والمتقاطعة داخليا وعربيا ودوليا، إذ أن الأيام القادمة ستكون حافلة بمنعطفات مصرية تضع لبنان ربطا بالجواب المرتقب نهاية الأسبوع الجاري على الرسالة الخليجية العربية الدولية التي نقلها وزير الخارجية الكويتي إلى بيروت، وسط تنبيه مصادر دبلوماسية عربية وفق الصحيفة إلى ضرورة التعامل بجدية مع هذه المبادرة، محذرة من أن إجهاضها ستكون له عواقب وخيمة. المصادر قالت إن الجواب اللبناني إذا جاء ضعيفا سينتج عنه تداعيات بالغة السلبية على العلاقات العربية مع لبنان، من شأنها أن تفضي إلى توسيع مروحة المقاطعة. السلطات اللبنانية بدورها أعلنت الثلاثاء ضبط شحنة جديدة من الكبتاغون مخزنة داخل صناديق من الشاي كانت في طريقها عبر البحر إلى إحدى الدول الأفريقية ومنها إلى السعودية وفق ما كشفه وزير الداخلية بسام المولوي. وكانت حبوب الكبتاغون مخبأة داخل 7 أطنان من الشاي في صناديق من الكرتون، وقد تمت استعادة الشحنة من المياه الإقليمية بعدما كانت انطلقت من مرفأ بيروت. يعني سيد إبراهيم، الأمر متداخل، إلى أي درجة هذه الشحنة الأخيرة أيضا تعطي جواب إلى أين ستتجه الأمور مع لبنان؟ هل ستتسع مروحة المقاطعة برأيك إن كان القرار ينتظر من لبنان ولكنه سيأتي من طهران وفق ما تقول التقارير؟ نعم، اولا الدول الخليجيه تنتظر الجواب اللبناني في بعد ايام قليله، يعني اظن في 29 الشهر في العاصمه الكويتيه، يعني على ان يحمله وزير الخارجيه الى الكويت، الى العاصمه الكويتيه. لكن الظواهر او الارهاصات التي بدات تخرج عن الجواب اللبناني انه سيكون ان لبنان يلتزم بقرارات الشرعيات الدوليه وبال1559 و1701، لكن موضوع سلاح الحزب يتعلق، هو أمر إقليمي وحيكون هذا جواب اللبناني، هو أمر إقليمي وهو وليس بمقدور الدولة ضبط هذا الموضوع. لكن السؤال، أليس الرئيس ميشيل عون يسمي نفسه بأن افتخر بأنه عراب القرار 1559 عندما كان يعيش في المنفى في فرنسا بسنة 2004؟ كان يقول أنه يفتخر بأنه كان سببا في إقرار القرار 1559، اليوم يقول أنه لا يستطيع تطبيق هذا القرار. يعني نحن إذا بحال كان الجواب اللبناني سلبيا على الورقة الخليجية فلبنان ذاهب نحو إجراءات تبدأ على المستوى الخليجي ولا تنتهي على المستوى العربي، على مستوى جامعة الدول العربية. على المسؤولين في لبنان أن يدركوا خطورة ودقة هذا الأمر بالنسبة لدول الخليج العربي وخصوصا المملكة العربية السعودية. يعني نحن رأينا شبه إجابات على هذه المبادرة، أولاها كان عشية مغادرة وزير خارجية الكويتي من لبنان حين عندما أطلق صواريخ من اليمن نحو أبو ظبي ونحو جنوب المملكة العربية السعودية، ومن ثم شحنة الكبتاغون التي ألقي القبض عليها في المياه الإقليمية. يعني والأعجب أن السلطات اللبنانية دائما ما توقف شحنات الكبتاغون ولا نسمع بأي توقيفات. يعني وكأن يعني بالضبط هذه الشحنة الأخيرة حتى التي جئنا على ذكرها في الخبر قبل قليل انطلقت من مرفأ بيروت. هل السلطات اللبنانية غير قادرة على تتبع مصادر هذه الشحنات أم أن الأمر لا إرادة لكشفه؟ نعم،
أولا من حيث الاستطاعة تستطيع الدولة أن تتعقب هذه الشحنات، لكن هذا الأمر بحاجة إلى قرار، بحاجة إلى قرار سياسي وإلى قرار رجال دولة. هذا بحاجة إلى قرار رجال دولة. يعني هناك يعني الأمر يتعلق ليس فقط بالدول العربية، بل يتعلق بصيت لبنان بين بين في المجتمع الدولي. يعني يتحول لبنان شيئا فشيئا إلى مصنع كبير للمخدرات وإلى مصدر بارز للمخدرات إلى كل دول العالم. يعني إلى متى ستبقى هذه الشحنات تغادر مرفأ بيروت والأراضي اللبنانية؟ يعني هذا بحاجة إلى قرار سياسي وبحاجة إلى قرار من رجال دولة كما قلت. وما الذي يحتاجه لبنان سيد إبراهيم لكي يحصر سلاحه بيد الدولة ويوقف التدخلات في صراعات إقليمية أهمها تدخل حزب الله في الأزمة اليمنية كما جاء في بعض مضامين الرسالة أو المبادرة الخليجية؟ لبنان يستطيع أن يعقد طاولة حوار جدية، وهنا نعني بجدية بالمعنى الكامل والحرفي لها، أن تناقش استراتيجية دفاعية يكون سلاح الحزب تحت إمرة الدولة وتحت مراقبة الدولة، وتكون دفاعية بمعنى الأول قبل انعقادها، أن يخرج من حروب الإقليم التي لا نقاتل لبنان ولا جمل فيها يعني كدولة وكشعب، أن يعود إلى لبنان ويبدأ بحوار عن كيفية أن يستفيد لبنان من هذا السلاح بدلا من أن يكون مضرة له. هذه كخطوة أولى قد تكون جيدة، بس لكن لبنان الرسمي لا يقوم بأي خطوة بهذا الاتجاه، علما أن مواقف الحزب في السابق قبل اندلاع ما يعرف أو ما يسمى بالربيع العربي وقبل تدخله في الإقليم لم يكن معارضا لمبدأ مناقشة الاستراتيجية الدفاعية، لكن اليوم عندما خرج الحدود اللبنانية صار عنده موقف جديد تجاه الاستراتيجية الدفاعية، فهو يتجنب أن يخوض بها لما تسببه له من إحراج سياسي. نعم أمام جمهوري بالدرجة الأولى وأمام الإيرانيين في الدرجة الثانية. يعني الأمر معقد ومركب وبالغ التشابك، ولكن هذا ما سمح به وقت المداخلة من بيروت المحلل السياسي السيد إبراهيم ريحان، شكرا جزيلا لك على ما تفضلت به معنا من إيضاحات، أشكرك. مفارقة حدثت اليوم في لبنان إذ انقطعت الكهرباء في وزارة الطاقة قبل بدء التوقيع على الاتفاق لاستجار الكهرباء من الأردن. طب ليش هون بس؟ اعتبر بكل تواضع انه هيدي لحظة تاريخية مهمة للبنان وان شاء الله للوطن العربي، مش بحجمها وانما برمزيتها. يعني بالنتيجة نحن اليوم عم نرجع نرسخ العمل العربي المشترك والشغل الاقتصادي والاجتماعي واللحمة بين العرب مع بواسطة هالاتفاقية المتواضعة بس اللي أهميتها كبيرة للشعب اللبناني اللي بحاجة اليوم لكل ساعة كهرباء إضافية. ونحن من خلال هيدا العقد رح نأمن حوالي 250 ميجا وات من الكهرباء بالتعاون مع الإخوة في الأردن، وطبعا مؤازرة ودعم ومشاركة الإخوة والأشقاء والأحباء في سوريا. مشروع مد المحطات بشمال لبنان بالغاز عبر الغاز يعني العربي البايبلاين العربي، وهو طبعا بيكون بقيادة الشقيقة مصر كمان هي بوابة العالم العربي أيضا، ووقوف الأردن وسوريا معنا بهذه الاتفاقية كمان. يبقى بعد ما نوقع اليوم موضوع التمويل عبر الورلد بانك اللي هو رح نشتغل عليه بأسرع وقت ممكن، تفاصيله يعني رح تبين معنا أنا بتوقع بالشهرين اللي جايين لحتى تصبح هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. بقى بس لحتى ما نوعد الشعب اللبناني أنه بس نمضي تغرب تجي الكهرباء. وزير الطاقة الأردني اعتبر أن أي تعاون بين الدول العربية يحوي مصلحة للجميع. حقيقة أهمية هذا الحدث وهذا العقد
انه احنا بنعزز اواصر التعاون ما بين دولنا وعلاقاتنا التاريخيه اللي مستمده من التوجيهات قيادات في هاي البلدان، ضروره زياده مستويات التعاون، لكن بتيجي كمان بظرف حساس، ظرف صعب شويه بيواجهوه اخواننا بلبنان، وهذا بكسبها اهميه زياده. فاي تعاون ما بين الدول العربيه هو مصلحه لجميع الدول العربيه. بنتامل انه من خلال هذا الاتفاق اليوم انه مستوى الخدمه فيما يتعلق بقطاع الكهرباء بلبنان يتحسن، وهذا بيفتح لنا المجال ايضا لمزيد من التعاون في مجال الطاقه، في مجال الكهرباء وفي المجالات الاخرى. من جهته لفت وزير الطاقه السوري الى سرعه انجاز اعمال الربط على الاراضي السوريه من اجل تمرير الغاز من الاردن الى لبنان، مشددا على اهميه هذا التعاون. الأعمال التي انجزت في وقت قياسي، وقت كان مدروس من وزارة الكهرباء مؤسسة نقل الطاقة، بالطبع أنجزنا الأعمال خلال المدة المحددة. نحن جاهزين حاليا للربط الكهربائي، كل الأعمال التي تعهدنا بإنجازها أنجزت. كشفت دراسة أكاديمية إسرائيلية أن غالبية المستوطنين اليهود في الضفة الغربية مستعدون للانسحاب وإخلاء المستوطنات في حال اتخاذ قرار رسمي واضح بهذا الشأن مع الحكومة الإسرائيلية. وقالت نتائج البحث إن الانطباع الذي بني في إسرائيل والخارج هو أنه لم يعد بالإمكان إخلاء مستوطنات وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيلية كان يعطى حتى الآن على قاعدة تقوم في الأساس على التقييمات. لكن ما يميز هذا البحث وفق معديه هو سؤال المستوطنين والحصول على أجوبة تظهر صورة أخرى غير مألوفة، استنتج منها أن جمهور المستوطنين في الضفة لن يكون عائقا لا يمكن عبوره في طريق نحو اتفاق سلام مع الفلسطينيين. من تل أبيب ينضم إلينا المحلل السياسي السيد يوآف شتيرن. أهلا بك معنا سيد يوآف إلى استوديو الحدث، وإلى أي درجة تتفق مع هذه الدراسة، وهل حقيقة المستوطنون لن يكونوا عائق في اتفاق سلام مع الجانب الفلسطيني يقوم على أساس حل الدولتين؟ أنا طبعا أوافق مبدئيا على نتائج البحث نفسها، ولكن ربما لدي تحفظات معينة من التحليل أو من النتائج للباحثين نفسهم. وأقصد هنا أن إذا تحدثنا عن أكثر من 450 ألف مستوطن في المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية، فمن السهل أن نقول أن ليس معظمهم ليسوا أيديولوجيين، بمعنى أنهم يبحثون على أسعار رخيصة للمسكن ويبحثون عن جودة حياة أحسن في هذه المناطق، وهذا المناطق رخيصة. لماذا؟ لأن أغلبية الإسرائيليين يرفضون الذهاب والسكن فيها. فهدول الناس ربما معظمهم يعني يرفضون، يعني ولا ليسوا مهتمين بأي مواجهة مع الحكومة الإسرائيلية أو الطرف الفلسطيني. طيب ما الذي تغير؟ يعني اسمح لي بسؤال، ما الذي تغير؟ يعني لطالما كان المستوطنون يرفضون إخلاء أي مستوطنة ولا يضعون أي احتمالات لذلك سواء بقرار حكومي أم خلافه، يعني هنالك مستوطن متخندق حول الإصرار أو الإصرار على البقاء أيديولوجي. يعني إذا شفنا ما حدث في قطاع غزة عندما تم إخلاء قطاع غزة، كنا نتحدث عن ألاف فقط من المستوطنين، هنا نتحدث حتى لو أغلبية المستوطنين يوافقون على الإخلاء، نتحدث عن مئات الألاف الذين يرفضون. وبهذا السدد يعني أقول إنها ستكون ساعة امتحان كبيرة جدا للوحدة الإسرائيلية، وهل بالإمكان الحفاظ على وحدة وعلى المؤسسات وعلى القوات المختلفة، لأن المعارضة لإخلاء المستوطنات بحد ذاتها موجودة ليس فقط في المناطق الفلسطينية لدى صفوف المستوطنين، وإنما أيضا داخل إسرائيل. فمن جهة يجب أن نفهم الأرقام، نعم معظم المستوطنين
موجودين في مدن كبيرة نسبياً وليس في الكتل الاستيطانية، هم ليسوا هذول الذين يعتدون على الفلسطينيين الذين يعني موجودين في حقولهم، ولكن هذا النواة يعني هذول المستوطنين الأيديولوجيين سيرفضون وسيستعملون كل الطرق المتاحة لديهم لمعارضة الإخلاء ولمواجهة أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية. وهذا بحد ذاته هذا الاستنتاجات التي يعني وصلت إليها هذا البحث هي مهمة لكي نفهم ماذا يعني هل هي ما هو حجم المعارضة التي ستكون. نعم. ولكن وهذا مهم بحد ذاته، يجب أن نعرف أن معظم المستوطنين فقط يبحثون عن جودة حياة، فإذا كان هناك صفقة لإخلاءه مقابل وضحت بصفقة معينة سينفذون ذلك. وضحت هذه النقطة. كنت معنا من تل أبيب المحلل السياسي السيد يؤاف شتيرن، شكرا جزيلا لك على ما تفضلته معنا من إضاحات في استوديو الحدث. أشكرك. ملفات جديدة في استوديو الحدث في ساعة ثانية نفتحها سويا بعد قليل، فقط ابقوا معنا. نتواجد هنا في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب. ينضم إلينا مراسل الحدث. نحن الآن في منطقة الفليحة حيث الخطوط الأمامية لقوات الجيش الوطني والمقاومة. كيف يمكن أن يتحرك مجلس التعاون الخليجي لمواجهة هذه التهديدات الإرهابية الحوثية؟ السلام سيتحدد في اليمن بالضغط على إيران. العملية العسكرية مستمرة لملاحقة فلول الميليشيات الحوثية. ما الذي تريد ميليشيا الحوثي أن تحققه من وراء هذا التصعيد؟ أنا أقف الآن في المكان الذي تم استهدافه مساء البارحة. ما أبرز ما تم حتى الآن؟ ميليشيات الحوثية أساساً لا تؤمن إلا بالحرب. هذا المكان لم تصله أقدام الميليشيا الحوثية وبقي صامداً رغم الضربات المكثفة. هذا التصعيد الحوثي الأخير إلى أي حد هو مرتبط بالخسائر التي تتلقاها هذه الميليشيا الحوثية على الأرض في الداخل اليمني. جولات من المفاوضات مع إيران في فيينا. 65,000 انتهاك ارتكبها الحوثيون بحق الطفولة. 84 طائرة بدون طيار، 15 صاروخ باليستي. ما هي الأجواء الأمنية على الحدود؟ الضغمة السياسية الحاكم التي أوصلت لبنان. لا مساعدات مالية ستحول إلا بتنفيذ ووجود حكومة. يأخذ التصعيد في العراق منحا خطيرا. احتلال مناطق جديدة في شمال شرقي سوريا للتحقيق في قصف استهدف مستشفى ميدانيا. في تونس امتدت احتجاجات عنيفة. هل لمستم نية إثيوبية حقيقية في التوقيع على اتفاق يخص سد النهضة؟ ما هو الوضع الآن وما السيناريوهات المتوقعة لليوم؟ الجانب الليبي من جهة الشرق لم يتلقى أي معلومة. لن يكون هناك حل سياسي مع هذه الجماعة إلا بعد أن يتم تحرير مدينة الحديدة. أخبار عاجلة ترد الآن. السعودية تعترض مسيرة مفخخة. تظاهرات في العام الجديد والتي دعت إليها لجان المقاومة توجهت إلى القصر الجمهوري وسط العاصمة السودانية. بيان رسمي للشرطة تحدث عن متفلتين، من يقصد تحديدا؟ ما حدث أمس هي مجزرة حقيقية. هل للشارع مسؤولية في هذا الأمر؟ لا يمكن أننا نحتمل تجربة فاشلة نظيفة لتجاربنا الفاشلة السابقة. يعني أشكال من العنف وهذا العنف بدأ يأخذ مناحي شبه ممنهجة. هل ثمة أصداء لهذه التظاهرات؟ داهموا المبنى وظلوا يبحثون عني، اقتحموا المكتب وقاموا بالاعتداء على المصورين وعلى المنتجين. 54 قتيل حتى اليوم، والبعض يتحدث عن أفق الحل من أين يبدأ؟ ما الذي يفهم من الموقف الأمريكي الآن؟ ما الرسالة؟ ما أعتقد الرسالة هذه يعني معني بها دكتور عبد الله حمدوكي. أنني قد قررت أن أرد إليكم أمانتكم وأعلن لكم استقالتي من منصب رئيس الوزراء. برأيكم هل هذه الاستقالة
ستكون مدخلا لحل الأزمة السودانية أم بالعكس؟ قد تهدأ الأحداث قليلا ثم تفاجئنا. إيقاع يتسارع ويتباطأ لكنه لا يتوقف. كل ما يحدث من حولنا ويؤثر علينا من قلب الحدث عبر شبكة من المراسلين حول العالم مع أهم المحللين والمختصين بالشأن العربي والعالمي. دراسة وتحليل موضوعي لأهم أحداث اليوم. الأخبار الليلة يوميا الخامسة مساء بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. الجيش اليمني يعلن تقدمات جديدة على جبهات عدة ويحصر الحوثيين بين فكي كماشة. طهران تعتبر وصول مفتشي وكالة الطاقة الذرية إلى إيران لتفقد المنشآت النووية غير مقبول. يونيسف تقول إن قرابة 850 طفلاً هم في مرمى النيران بالحسكة وفرار نحو 45 ألف مدني. قطاع التيار يفاجئ وزراء الطاقة خلال توقيع اتفاق يزيد ساعات التغطية في لبنان بواقع 2 يوميا. معهد واشنطن يكشف أن مكتب قاني زود إعلام ميليشيات إيران بصور زيارات لأضرحة لخلق صورة وليث سليمان. محمد الشاكر أردني يقدم تحديثات الطقس لأكثر من 30 مليون مستخدم. أول دراسة من نوعها تحدد أربعة عوامل تكشف الإصابة بكورونا على الأمد الطويل. أهلا بكم مشاهدينا للساعة الثانية من استوديو الحدث. يبدو أن إيران في صدام جديد مع القوى الدولية الساعية لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015. المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني اعتبر وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران لتفقد المنشآت النووية الإيرانية أمرا غير مقبول. نقلت وكالة إيرنا الإيرانية عن الرجل القول إن طهران تعمل على تنويع شركائها التجاريين وإن فريق التفاوض الإيراني يهدف إلى التوصل إلى اتفاق مستدام، كما أن الاتفاق المؤقت لم يكن أبدا ضمن جدول أعمال إيران، كما أنه لا موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق في فيينا. وأكد أن تعاون إيران في مجال الضمانات النووية مع الوكالة يقتصر على المواد النووية والمواقع المعلنة. من فيينا تنضم إلينا موفدة الحدث الزميلة راغدة بهنام. راغدة، دعينا في صورة آخر المواقف التفاوضية هناك في فيينا. أهلا بك. يعني يوم أمس كان هناك تحذير يعني شديد اللهجة إذا أردنا القول من وزيرة الخارجية البريطانية لستراس التي قالت بأنه المفاوضات هنا تقترب يعني من طريق مسدود خطير. المصادر الدبلوماسية تحدثت إليها رفيعة المستوى مشاركة في هذه المفاوضات قالت بالفعل أن المفاوضات تسير ببطء كبير وبأنه بعض الأيام تكون أفضل من أيام أخرى، ولكن حتى الآن لا يمكن الحديث عن طريق مسدود. ولكن هذا البطء في المفاوضات الآن يضع كل هذه المهل الزمنية التي كانت تريد الأطراف الغربية أن تنهي المفاوضات فيها في مكان يعني غير معروف، لأن الحديث كان على إنهاء المفاوضات في مطلع فبراير كحد أقصى. هذه المصادر قالت لي بأنه من غير الواضح الآن متى سننهي هذه المفاوضات، وليس هناك تاريخ محدد لإنهائها. يعني عندما سألت بأنه كنا نتحدث عن نهاية هذا الطريق ما إذا كانت النهاية في الأفق، قالت
لي هذه المصادر بأنه حتى الآن يعني ليس هناك يعني أفق واضح. لذلك هذا التاريخ الذي كنا نتحدث عنه أو كانت تسعى الأطراف الغربية لإنهاء المفاوضات فيه يعني نهاية أو مطلع فبراير، الآن يبدو بأنه ابتعد أكثر، منتصف فبراير، نهاية فبراير لا أحد يعرف. هناك انتظار أيضا ترقب لتقرير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيصدر في نهاية فبراير في الواقع، يجمل فيها أين أصبح برنامج إيران النووي، على الأرجح مستندا إلى زيارات المفتشين الدوليين وما يمكن للوكالة أن تجمعه عبر مصادرها عن تقدم برنامج إيران النووي. يعني هذا أيضا سيزيد من الضغوط على المتفاوضين هنا أو على الأطراف الغربية في الواقع يعني أن يكون هناك موقف واضح من هذا التقدم في برنامج إيران النووي، في حال كانت المفاوضات ما زالت مستمرة من دون أن تتوصل لنهايتها. لذلك يعني الآن مرحلة حساسة، فهمت أيضا من هذه المصادر بأنه مسألة الضمانات ما زالت عالقة وسيتم تركها مفتوحة حتى النهاية، يعني هي لم يتم التوصل لاتفاق حولها رغم أنه تم تحقيق بعض التقدم فيها كما فهمت، لأنه كانت هناك اقتراحات يعني موجودة في هذا الإطار، ولكن لم يعني على ما يبدو الاقتراحات لم تكن كافية بالنسبة للأطراف الإيرانية للطرف الإيراني، لذلك تركت مفتوحة وستبقى مفتوحة حتى النهاية. من فيينا زميلة راغدة بهنام. راغدة شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات التي أطلعتنا عليها في هذا المباشر، أشكرك راغدة. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أكد للحدث أن واشنطن تدرس كل الخيارات والبدائل المتاحة حول إيران وأنشطتها النووية والصاروخية وأيضا أنشطة ميليشياتها الإرهابية. لن أعلق على التفاصيل وقرار انسحاب أي عضو من الوفد، وقد سبق أن شهدنا العديد من التغييرات وعلى مستويات عالية طوال فترة هذه الإدارة. الحقيقة هي أننا ورثنا ملفا شائكا يحمل في طياته تحديات كبيرة وخيارات محدودة، بعضها فشل أو ارتد علينا، إذ فشل في ضبط الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران ولم يوحد العالم في مواجهة مطالبها المتطرفة ولم يضع حدا لبرنامجها النووي الذي بدوره لم يخضع للأسف لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الفعالة ولم يلتزم بخطة العمل الشاملة المشتركة التي كان قد تم التفاوض عليها مع بقية الحلفاء والشركاء. لذلك واستنادا على معلوماتنا الاستخباراتية، لقد حددنا مسارا نعتقد أنه يصب في مصالحنا الأمنية الوطنية، وهو بتقديرنا أفضل طريقة لفرض هذه القيود مجددا على البرنامج النووي الإيراني، وذلك بما يتوافق مع خطة العمل الشاملة المشتركة، ونحن ندرس كل خياراتنا ونزن البدائل. المتحدث باسم الخارجية علق على الانقسام داخل الوفد الأمريكي وانسحاب نائب المبعوث الخاص، مؤكدا أن نيفيو لا يزال عضوا في فريق وزارة الخارجية. لن أعلق على التفاصيل وقرار انسحاب أي عضو من الوفد، وقد سبق أن شهدنا العديد من التغييرات وعلى مستويات عالية طوال فترة هذه الإدارة. الحقيقة هي أننا ورثنا ملفا شائكا يحمل في طياته تحديات كبيرة وخيارات محدودة، بعضها فشل أو ارتد علينا، إذ فشل في ضبط الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران ولم يوحد العالم في مواجهة مطالبها المتطرفة ولم يضع حدا لبرنامجها النووي الذي بدوره لم يخضع للأسف لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الفعالة ولم يلتزم بخطة العمل الشاملة المشتركة التي كان قد تم التفاوض عليها مع بقية الحلفاء والشركاء. لذلك واستنادا على معلوماتنا الاستخباراتية، لقد حددنا مسارا نعتقد أنه يصب في مصالحنا الأمنية الوطنية، وهو بتقديرنا أفضل طريقة لفرض هذه القيود مجددا على البرنامج النووي الإيراني، وذلك بما يتوافق مع خطة العمل الشاملة المشتركة، ونحن ندرس كل خياراتنا ونزن البدائل. من جهته انتقد كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور جيم ريش سر المفاوضات مع إيران في فيينا وصفها بالمتعثرة، وأضاف كذلك أن المسؤولين في إدارة بايدن يختلفون بشأن المقاربة الأمريكية حيالها، مطالبا إدارة بايدن بزيادة الضغط على إيران وبوضع تاريخ محدد لإنهاء المفاوضات وتطبيق العقوبات وفرض أخرى إضافية واعتماد سياسة الردع في المنطقة.
عقب إصدار محكمة إيرانية الحكم بالسجن لثمان سنوات بحق سائح فرنسي بتهمة التجسس. اعتبرت أسرة المواطن الفرنسي ومحاميته اعتبر اتخاذه كرهينة للضغط على المحادثات النووية، مضيفين أن محاكمته كانت وهمية وكانت محاكمة غير عادلة. Aujourd'hui, on est complètement dévasté, complètement à terre face au verdict qu'on a entendu. C'est quelque chose de très difficile et en même temps, on est aussi en colère parce que là, on se rend bien compte que c'est complètement lisible aujourd'hui. Benjamin est clairement un otage et c'est un procès politique aujourd'hui. On ne peut pas accuser sans justification, sans dossier, sans défense un touriste d'espionnage et une peine aussi énorme que celle-ci, quoi. On est complètement dévasté, complètement à terre face au verdict qu'on a entendu. C'est quelque chose de très difficile et en même temps on est aussi en colère parce que là on se rend bien compte que c'est complètement lisible aujourd'hui. Benjamin est clairement un otage et c'est un procès politique aujourd'hui. On ne peut pas accuser. من دبي ينضم إلينا الصحفي المختص في الشأن الإيراني السيد مسعود الفاك. سيد مسعود، أهلا بك معنا دوما في استوديو الحدث. ومن جديد العودة إلى التعثر الإيراني في التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا مواقيت لجولات التفاوض هذه، هنالك انقسام في الموقف الأمريكي، من يطالب بوضع سقف زمني للتفاوض مع إيران ومن يطالب حتى باستمرار هذا النهج بغية الوصول إلى عودة إلى الاتفاق النووي. برأيك أين هو الخلل في هذه المرحلة؟ هل لا توجد إرادة بالنسبة لإيران وهي مستمرة في عملية شراء الوقت، أم أن الخلل من الأساس كان في عدم وجود سقف زمني لهذا التفاوض؟ تحياتي لك والمشاهدين. أهلا بك. بلا شك هذه المفاوضات تتقدم ولكن ببطء شديد. هذا ناجم عن مسألة أساسية التي تطرحه إيران ومطلب تلح عليه إيران، ولا يمكن للإدارة الأمريكية أن تعطي ما تريده إيران من هذا الإلحاح، وهو مسألة الضمانات. إيران مصرة وبشكل متكرر وباستمرارية بأن الإدارة لن يجب أن تتوقف عن أي مفاوضات وعن أي مسألة تمنع إيران من الوصول إلى الاتفاق. طيب، اليوم المطالبة في واشنطن تحديدا بتحديد سقف لهذا التفاوض وبوضع سيناريو لتفعيل الردع في المنطقة أو فرض عقوبات جديدة حتى على إيران، إلى أي درجة يصطدم هذا الأمر بنهج إدارة بايدن التفاوضي؟ الإدارة الأمريكية الحالية باعتقادي أنها تريد أن تعود إلى الاتفاق كما خرجت منه الإدارة السابقة. الإدارة ليست لديها شروط رغم ما تدعيه. هذه الإدارة حتى عندما تدعي بأنها تريد أن تدرس ملفات أخرى، في واقع الأمر إنها تقول ذلك تحت ضغط الذي يمارس من داخل الولايات المتحدة عليها من قبل الجمهوريين وأيضا من قبل بعض الديمقراطيين على هذه الإدارة، إلا أن هذه الإدارة تريد العودة للاتفاق كما كان في 2015. ولكن إيران في نفس الوقت هي التي في واقع الأمر تصر على مسائل ومطالب إضافية حتى تعود إلى التزاماتها التي تخلت عنها. ومنع إيران للمفتشين، ونحن نعرف الآن التفتيش هو في أقل مستوى ممكن تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المواقع الإيرانية. هذا الأمر جعل الأمريكان في موقع، أنا باعتقادي موقف ضعيف. هذه الإدارة ضعيفة جدا في التعاطي مع هذا الأمر. هناك ملفات معقدة مرتبطة بروح الاتفاق. روح الاتفاق يعني عودة الأمن والاستقرار للمنطقة، ولا يشكل هذا الأمر أي خطر على الأمن والاستقرار للمنطقة. ولكن عندما يتم خارج هذا الاتفاق تعريض الأمن والاستقرار في المنطقة إلى الخطر، ما الفائدة من توقيع الاتفاق النووي؟ حتى لو وقع هذا الاتفاق، إيران مستمرة في دعم ميليشياتها، إيران مستمرة في
التمدد في المنطقة. هذه هي المشكلة الأساسية التي تواجه الاتفاق النووي باعتقادي. وحتى لو تم التوقيع على الاتفاق والعودة إلى اتفاق 2015، الأمور في المنطقة لن تهدأ بتوقيع الاتفاق النووي. من دبي الصحفي المختص في الشأن الإيراني مسعود الفك، شكرا جزيلا لك سيد مسعود على ما تفضلت به من إيضاحات. في ظل تمكن العديد من الجماعات والميليشيات من امتلاكها، باتت الطائرات المسيرة تشكل خطرا متصاعدا على الاستقرار في الشرق الأوسط. ازداد خلال السنوات الأخيرة الاستخدام المفرط للطائرات المسيرة المفخخة، وباتت تشكل خطراً متصاعداً على الاستقرار في الشرق الأوسط. الهجوم على مطار أبو ظبي ومنطقة المصفح سلط الضوء مجدداً على هذا الخطر، خاصة وأنها ليست الهجمات الأولى التي تقوم بها ميليشيات موالية لإيران في المنطقة بالطائرات المسيرة. وفي تقرير نشرته وكالة أنباء بلومبرغ، أكد أن الطائرات المسيرة حلت محل الآلاف من الجنود على الأرض عبر عناصر تحكم خلف أجهزة الكمبيوتر في قواعد بعيدة للغاية عن الهجمات الجوية التي يشنونها. ووفقاً للتقرير، فإن الطائرات المسيرة والمتفجرات المستخدمة في الهجوم الأخير الذي استهدف العاصمة الإماراتية أبوظبي، وسبقها تعرض رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لمحاولة اغتيال إيرانية الصنع. وما يزيد من القلق هو ظهور طائرات صغيرة ومتواضعة الإمكانيات ورخيصة الثمن يمكن لجماعات إرهابية متطرفة الحصول عليها بسهولة وتفخيخها واستخدامها في شن هجمات. فراس حمزة، الحدث. وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والقائد العام للقوات المسلحة إلى منطقة الشريط الحدودي العراقي السوري في محافظة نينوى. بحسب بيان رسمي، فإن وفدا من وزيري الدفاع والداخلية وعددا من القيادات العسكرية والأمنية كذلك يرافق الكاظمي في زيارته التي لم تعرف أسبابها بعد، لكن الزيارة تتزامن مع إجراءات أمنية مشددة اتخذتها القوات العراقية على الشريط الحدودي بعد أحداث فرار سجناء داعش من سجن في مدينة الحسكة السورية. وداخل الحسكة، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن تعداد الرهائن الذين حرروا من أيدي عناصر داعش بلغ 17 من العسكريين والعاملين ضمن سجن غويران، غالبيتهم من الذين ظهروا بشريط مصور بثه تنظيم، وبذلك يرتفع عدد المحررين إلى 32. في الأثناء تدور اشتباكات متقطعة بين الحين والآخر مع داعش، في الوقت الذي يواصل فيه بعض من عناصر تنظيم رفض الاستسلام. الحصيلة الإجمالية للقتلى منذ بدء عملية سجن غويران مساء الخميس وصلت إلى 181 قتيلا من جميع الأطراف والمدنيين. حتى الآن تسيطر قوات سوريا الديمقراطية على مبنى واحد بشكل كلي من أصل 5 مبان. حدث بعد قليل أيضا.
واد مدني عاصمة ولاية الجزيرة خارج سيطرة السلطات السودانية. تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ ضربات جوية دقيقة. ميليشيا الحوثي تتعامل مع صنعاء بعقليات رجل العصابات. هناك استهداف متعمد وممنهج من قبل ميليشيا الحوثي المدنيين. نحن نتجه الآن للخطوط الأمامية في جبهة البلق الشرقي. الحوثية منذ نشأتها الأولى وحتى اللحظة وهي منظومة. هناك إملاءات النظام الإيراني. حسن إيرلو كان يقود العمليات العسكرية في مأرب. ثلاث مديريات الآن فرضت فيها حالة الطوارئ. هل المشهد العسكري اليوم فيه متغيرات جديدة؟ سواء في محافظة مأرب أو في محافظة شبوة رأينا تلك الضربات الجوية الحاسمة والقاصمة. نحن الآن وسط سوق مديرية عسيلان الذي تم تطهيرها من قبل ألوية العمالقة. تعرض سفينة شحن ترفع علم الإمارات للقرصنة من قبل الميليشيات. الجماعة الحوثية تقوم بنقل أسلحة إلى داخل هذه السفينة المختطفة. كيف يمكن تفسير هذه العملية والرسالة من ورائها؟ الآن مشاهدينا نبقى مع الشأن السوداني، حيث دخلت مدينة واد مدني عاصمة ولاية الجزيرة بوسط السودان في حالة من العصيان المدني والإضراب السياسي الشامل على خلفية مقتل متظاهرين وإصابة آخرين بالرصاص الحي في الاحتجاجات التي تعم ولايات البلاد. وأغلق المحتجون منافذ المدينة التي باتت مقطوعة عن مدن السودان الأخرى وخارج سيطرة الدولة وسط استقالات في حكومتها. وأشارت إلى أن السوق الرئيسية بوسط المدينة مغلقة بالكامل فيما خلت الشوارع من السيارات والمارة تماما، كما أغلقت المحال التجارية استجابة للدعوات التي أطلقتها لجان المقاومة والأحزاب السياسية. من الخرطوم ينضم إلينا الزميل نزار البغداوي. نزار، أهلا بك معنا في هذه الساعة من استوديو الحدث. وضعنا في صورة ما يحدث في واد مدني وما صدى ذلك حتى على الخرطوم. الأحداث المهمة تسابيح هي ليست هنا في العاصمة السودانية الخرطوم، وإنما خارج الخرطوم هذه المرة. نحن الآن نتحدث عن ولاية الجزيرة وتحديدا في حاضرتها مدينة يعني الخرطوم. وهذا هو السؤال، يعني ضعنا في صورة ما يحدث في واد مدني تحديدا. نزار تفضل. نعم، أؤكد تسابيح بأن المعلومات التي تحصلنا عليها الآن بأن هنالك حالة من التوجس بعد سريان حالة العصيان المدني والإضراب العام، لكن ما نؤكده أيضا بأن الحياة بدأت تعود شيئا فشيئا إلى حاضرة ولاية الجزيرة مدينة واد مدني. الآن علمنا بأن المصارف والبنوك بدأت تعمل،
حالة من الهدوء أيضا تسود الطرق الرئيسة بعد أن قامت القوات الأمنية تحديدا قوات من الجيش السوداني بفتح الطرق في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم. الطرق الداخلية في الأحياء ما زالت مغلقة بالمتاريس التي وضعتها تنسيقيات لجان المقاومة بعد حالة من الغضب إثر مقتل اثنين من أبناء ولاية الجزيرة خلال التظاهرات الأخيرة. لكن الشوارع الرئيسة، شارع النيل في مدينة ود مدني، منطقة السوق الكبير، كل هذه المناطق الآن بدأت تعود إليها الحياة. حالة الطريق العام، سريان الطريق، سير السيارات أيضا بدأ يعود شيء فشيء، لكن حالة الخوف والترقب ما زالت هي سيدة الموقف. أيضا نضيف تسابيح بأن ولاية نهر النيل دخلت على ذات المنوال، وأعلنت أيضا هنالك عدد من الأجسام والتنسيقيات بأنها ستصعد ميدانيا، وبدأت أيضا في إقلاق الطريق القومي الذي يربط بين مدينة عبرة ومدينة بورسودان حاضرة ولاية البحر الأحمر. أيضا في شمال السودان نتحدث عن تجمعات للمزارعين في تلك المنطقة في شمالي السودان، أيضا قاموا بإقلاق الطريق القومي الذي يربط بين السودان ومصر وبين الولاية الشمالية وولاية نهر النيل، في خطوة يبدو أنها تأتي رفضا للقرارات الأخيرة برفع أسعار تعرفة الكهرباء خاصة في القطاع الزراعي التي ارتفعت بنسبة كبيرة، وقد أمهلت قطاعات المزارعين في الولاية الشمالية الحكومة الاتحادية بأنها ستقوم مجددا بإغلاق الطريق القومي الذي يربط بين السودان ومصر إذا لم تتراجع عن هذه التعرفة التي تم الإعلان عنها أمس. طيب نزار، ما صدى ذلك على العاصمة الخرطوم إن كانت مركزية تنسيقيات لجان الخرطوم، لجان السودان المقاومة في السودان هي في الخرطوم؟ سياسيا تسابيح، نبدأ هنا في الخرطوم تحديدا داخل أروقة مجلس السيادة ومجلس الوزراء، يتابعون بقلق بالغ ما يحدث الآن في ولايات السودان، تحديدا في ود مدني وفي عبرة وفي مدينة دنقلة. في ولاية الجزيرة الآن هنالك فراغ دستوري، لا يوجد والي، لا يوجد أمين عام للحكومة. نتوقع خلال الساعات المقبلة أن يتم تسمية والي جديد الولاية الشمالية لولاية الجزيرة، لكن بطبيعة الحال ورصد الأجواء وما تهتم به الخرطوم فهنالك حالة من الخوف، حالة من الحذر. هذه الأجواء، هذا الترقب، عمليات التصعيد، عمليات ماذا عن جدول التظاهرات، عملية شد الأطراف. نحن الآن هل ما زالت هنالك دعوات لمليونيات جديدة الآن؟ وماذا حتى عن المواقف السياسية الأخيرة، المبادرات المقدمة نزار؟ الدعوات مستمرة تسابيح. نحن الآن نترقب الإعلان المبكر ليوم 30 من هذا الشهر، هنالك تظاهرة كبرى أعلنت عنها تنسيقيات لجان المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين، وتدعم أيضا بطبيعة الحال من قبل المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير الذي سيعقد مؤتمر صحفي في 2:30 بالتوقيت المحلي لمدينة الخرطوم، ربما يطرح فيه رؤيته لما يدور في الشارع السوداني، المآلات السياسية، مبادرة فولكر. هنالك أيضا تنديد من قبل المجلس المركزي لعمليات العنف التي بدأت تصاحب التظاهرات الأخيرة. سياسيا أيضا مبادرة فولكر الآن تمضي وتتمدد، هنالك لقاءات مجدولة، تنسيقيات لجان المقاومة، مجموعات نقابية، مجموعات اللاجئين والنازحين في دارفور ستكون موضوعة في جدول اللقاءات التي يجريها فولكر بيرس رئيس بعثة يونيتامس إلى جانب ستيفاني خوري رئيسة المكتب السياسي لبعثة يونيتامس. أيضا حزب الأمة لديه رؤية واضحة فيما يلي العملية السياسية، يقول بأنه سيتقدم خطوة إلى الأمام في إنزال مبادرته التي قال بأنها بمثابة خارطة طريق لإخراج البلاد من الأزمة السياسية. نتحدث أيضا تسابيح عن جهود متواصلة من قبل تنسيقيات لجان المقاومة هنا في الخرطوم التي قالت بأنها قد أكملت العدة لإخراج إعلان سياسي يتماشى ويتماهى مع الإعلان الذي تم الإعلان عنه من قبل تنسيقيات لجان المقاومة في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة. وأنا وأنت تقاطعنا كثير، يعني حننسق في المباشر القادم أكثر. الزميل نزار البقداوي، شكرا جزيلا لك نزار. هذا تداخل تداخل وليس تقاطع تسابيح، تداخل مشروع كمان. شكرا نزار حتى اللحظة على ما أطلعت عليه من معلومات، أنت باق معنا في نشرات قادمة، شكرا. قال نائب رئيس حزب الأمة القومي في السودان إبراهيم الأمين، قال إن البلاد في حالة تصعيد ولا يمكن الحديث عن
حوار حاليا، وأضاف في مقابلة مع صحيفة محلية أن مبادرات الحل السياسي متعثرة ولا توجد جهة لديها سلطة للضغط على العسكريين، موضحا أن البلد في حالة شلل تام تتحكم في مساراتها السياسية والاقتصادية بل والخدمية كذلك، قرارات عشوائية. وحول المبادرة الأممية قال الأمين إن الدعوة لعقد اجتماعات لعرض الآراء لن تؤدي إلى عمل إيجابي. وقال نائب رئيس حزب الأمة القومي في المقابلة إن القضية العاجلة والملحة بالنسبة لهم هي وقف أعمال العنف ضد المتظاهرين قبل البحث عن أي حل سياسي. دول شرق المتوسط على موعد مع عاصفة ثلجية تتدنى فيها الحرارة لتصل إلى ما دون الصفر في بعض المناطق، إذ تشهد المنطقة منخفضا جويا قادما من اليونان يتزامن مع دخول موجة قطبية تضرب بعض مناطق السعودية ولبنان وفلسطين والأردن وسوريا ومصر كذلك. وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجة الحرارة في مصر إلى 4 درجات تحت الصفر بوسط سيناء. إزاء ذلك تقرر تعطيل العمل بجميع المصالح الحكومية والجهات التنفيذية التابعة لها، كما أغلقت المدارس والمعاهد الأزهرية في الأردن. أصدرت السلطات قرارا بانتهاء الدوام في جميع المؤسسات في تمام الساعة 12 ظهرا، فيما سيتم تعليق الدوام يوم الخميس في بعض المؤسسات، فيما يتوقع تساقط الثلوج في فلسطين على القمم الأكثر طولا من 700 متر اعتبارا من ظهر اليوم. من عمان ينضم إلينا الزميل عماد العضايلة. عماد أهلا بك معنا في هذه الساعة، وأيضا تنضم إلينا من القاهرة الزميلة رندا أبو العزم. أبدأ معك عماد، ضعنا في صورة الاستعدادات في الأردن من قبل السلطات لهذا المنخفض الجوي. يعني يمكن كما تشاهدين الأجواء مشمسة لكنها باردة جدا، هذه تهيئة لوصول أو تحول الأجواء إلى باردة جدا، ومن ثم في الساعات المقبلة ننتظر تساقط الثلوج. كما توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن هذا المنخفض سيبدأ تأثيره على الأردن في ساعات العصر، وسيتم يعني زيادة هذه الفعالية، فعالية هذا المنخفض في ساعات المساء، وسيتبدأ يعني غزارة تساقط الثلوج في ساعات المساء وستستمر إلى يوم الغد. هذا بالنسبة للمنخفض وللأجواء. أما بالنسبة للحكومة الأردنية التي أعلنت حالة الطوارئ القصوى في جميع المؤسسات المعنية، الأجهزة الأمنية وأيضا البلديات ووزارة الإدارة المحلية التي أعلنت أن كافة يعني أماكنها وأماكن تواجدها ستكون جاهزة للاستعداد لهذا المنخفض وفتح الطرقات في حال تم يعني كانت الكثافة عالية. الأرصاد الجوية قالت بأن يعني ستكون سماكة الثلوج في بعض الأماكن تصل إلى 40 سنتيمتر، من 30 إلى 40 سنتيمتر، وذلك سيتم إغلاق بعض الطرق إن كانت هذه يعني هذه السماكة في الطرقات الفرعية، لكن الطرق الرئيسية ستفتح مباشرة من قبل الأجهزة وأجهزة الدولة المستعدة منذ يوم أمس لهذا المنخفض. الأجواء يعني كما تحدثنا باردة جدا، والمنخفض كما تشاهدين أيضا أن يعني الشمس يعني الغيوم تأتي ما بين الحين والآخر، والآن الأجواء تحولت إلى البرودة القصوى، لذلك يعني ننتظر الساعات المقبلة حيث تساقط الثلوج. هذا في عمان، كيف هي الأجواء في القاهرة رندا؟ يعني الأجواء هذه المرة الأجواء يعني شايفين تفضل أجواء باردة جدا هذا هو أبرد يوم في مصر، وكما ترينا يعني كل الشوارع أصبحت يعني كما نطلق عليها هنا بالمصري غرقانة، ولكن كان هناك عربات شفط في كل الأماكن، التجمع المياه تحت الكباري، تسليك البالوعات حتى لا يتم يعني إغلاق هذه الطرق. هناك محافظات أو
محافظة الأسكندرية بتمطر مطر شديد منذ الصباح، ارتفاع الأمواج فيها وصل ما بين 4 أمتار و5 أمتار، درجة الحرارة ستصل إلى 5 تحت الصفر في محافظة في شمال سيناء وفي وسط سيناء. اليوم بالفعل هو برودة غير عادية في مصر، برغم أن درجة الحرارة 9 والصغرى 5، ولكن إحساس أو الشعور بالبرودة أكثر بكثير من ما هو مسجل. المحافظة القاهرة والجيزة والمحافظات الأخرى هناك كان خروج لبعض طلبة المدارس لأن الامتحانات تؤدى في موعدها ولم يكن هناك إيقاف لأي امتحانات، وبالتالي ما نراه هو استعدادات قصوى من المرور، هو استعدادات قصوى وتحذير أيضا من الأرصاد. من لا حاجة له للتواجد في الشارع يتواجد في منزله. تفضل. طيب رندا، أؤكد فقط على المعلومة، يعني ساعات العمل والدوام والمؤسسات والمدارس كذلك يعني هي مفتوحة؟ مفتوحة في كافة المحافظات ما عدا محافظة الإسكندرية، أغلقت المصالح الحكومية فيها بقرار من المحافظ منذ أمس، ولكن امتحانات بتتواصل. هناك هذه فترة امتحانات ما زالت متواصلة سواء في المدارس أو غيره، وأيضا يعني ربما تري من خلفي حركة السير عادية، ولكن طبعا على حذر شديد لأن جميع الشوارع الآن امتلأت بالمياه. في الصباح الباكر في 7 من هذا اليوم كان هناك التساقط في القاهرة لبعض كرات الثلج، وهذا أمر غير معتاد في مصر. وماذا عن الأوضاع في رام الله؟ الزميل عبد الحفيظ جعوان نشك معنا في هذا الاستطلاع لكيف هي الاستعدادات حتى من قبل السلطات في كل بلد لمنخفض جوي قادم. ماذا عن رام الله؟ نعم، السماء ملبدة بالغيوم، من المتوقع أن يصل خلال الساعة القادمة المنخفض الجوي ليبدأ بالمحافظات الشمالية ثم يغطي كامل الأراضي الفلسطينية جنوبا. الآن الأسواق شوارع مزدحمة مع عودة الطلاب وعودة الموظفين الرسميين من أعمالهم إلى بيوتهم، حيث أعلنت الحكومة الفلسطينية أن الدوام سيكون نصف نهار لهذا اليوم مع دخول المنخفض الجوي، وهناك أيضا تعطيل للدوام المدرسي وتعطيل للعمل المؤسسات الحكومية ليوم غد الخميس، مع توقعات بوصول المنخفض من أصل قطبي وهطول الثلوج مساء هذا اليوم في الأراضي الفلسطينية. الجميع يترقب هذا المنخفض الجوي وخصوصا الراصدين الجويين، مع تحذيرات يعني الراصدين الجويين كانوا قد وعدوا الناس المحليين، وعدوا الناس بأن ترتدي الجبال الفلسطينية المناطق الفلسطينية المعطف الأبيض، ووعدوا أن تكون الثلوج للركب، وبالتالي هناك حال الترقب، والناس يهددون في حال أن أخطأ الراصدون الجويون في التقديرات فإنهم سوف يلاقوا عقابا كبيرا. الكل بانتظار هذا المعطف عقاب الأبيض. ما فهمت المعلومة فقط، يعني عبد الحفيظ الفلسطينية يهددون بمن بماذا؟ نعم، هي من باب التندر. هو حدث ان يعني هناك العديد من الراصدين الجويين وعدوا الناس بان ترتدي الجبال الفلسطينيه المعطف الابيض خلال مساء هذا اليوم ويوم غد الخميس، وبالتالي هناك حاله ترقب كبيره، والناس يحذرون الراصدين في حال فشلت توقعاتهم ولم تهطل الثلوج على الاراضي الفلسطينيه فانهم سيلقوا عقابا شديدا، لان الكل يعني بانتظار يعني هذا الثلج الابيض الذي له مفعول السحر بالتاكيد على الناس. طيب وماذا عن عمان عماد؟ يعني تحدثنا عن الاستعدادات من قبل السلطات الأردنية، ما هي استعدادات المواطن الأردني لذلك؟ يعني كان يوم أمس هناك تهافت على المخابز وعلى شراء الحاجيات، لكن الحكومة الأردنية أكدت بأن المخابز ستكون تعمل ليل نهار على مدار 24 ساعة، ولن يكون هناك أي ازدحام يعني أو نقص لهذه المواد. المواطنون يعني كما هو الحال في فلسطين ينتظرون هذا الزائر الأبيض، لكن في المقابل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها المنطقة ويمر بها الأردن يعني تؤثر على يعني بعض الأشخاص الذين لا يستطيعون تدفئة أنفسهم بشكل كامل. صحيح. يعني هناك من يفرح لوجود هذا الزائر الأبيض، وهناك أيضا من يغضب يعني هذا الأجواء الباردة التي نعيشها اليوم. يعني أنا اليوم يعني اليوم بهذه الساعة أكثر الأوقات برودة شاهدتها خلال هذه الفترة.
من عمان الزميل عماد العضايلة، ومن رام الله الزميل عبد الحفيظ جعوان، ورندا كانت معنا من القاهرة. كان من المفترض أن يكون معنا الزميل محمود شكر من لبنان، ربما في ساعات لاحقة سنقف على الأوضاع المناخية هناك. شكرا جزيلا لكم زملائي على ما تفضلتم به من معلومات. الأمطار والثلوج وغيرها من الأحوال الجوية المتقلبة يراها الشاب الأردني محمد الشاكر خطوطا وألوانا يقرأها منذ صغره، بل ويحللها ليتحول حلم أن يكون عالم طقس إلى حقيقة قبل نحو 10 سنوات، حيث يمتلك محمد أول شركة طقس خاصة به في الأردن تقدم توقعاتها حاليا لأكثر من 30 مليون مستخدم. أتوقع أن تمتد أو تتحرك هذه الجبهة الهوائية. خطوط وألوان شكلت عالماً خاصاً للشاب الأردني محمد الشاكر منذ صغره، فكانت خرائط الطقس تملأ جدران منزله. رسومات طفولية ومراقبة بدائية للأحوال الجوية تحولت لاحقاً إلى مرصد مقصود عربياً. كل خميس الناس تروح على البرجر هاوس وعلى مش عارفة إيه، هو يقول لي لا أنا بدي أروح على الأرصاد. محمد الشاكر الذي كان يطلع نفسه على مستجدات الأحوال الجوية ويتأمل سرعة العواصف التي أسرته بجماليتها، حمله هواسه بتقمص الدور إلى تحقيق حلمه، لا بل قام بنقلة نوعية وريادية في هذا المجال في الأردن بامتلاك أول شركة طقس خاصة. يسمعني أهلي مثلا يقول هذا بعمين بيحكي، بكون أنا بحكي مع حالي طبعا، بس بعمل حالي أنا بطلع التلفزيون، فكنت أتقمص الدور، كنت دائما أرسم خرائط جوية وأعلقها. كان ايضا كان عندي محطات او بلشت احط محطات رصد جوي بالتعاون مع زملائي، ومن هناك صار الموقع طبعا نتيجه عده احداث جويه اكتسب شهره كثير عاليه. ورغم تخصصه بالصيدله نزولا عند رغبه والديه، استمر محمد في تطوير مهاراته في عالم الارصاد الجويه، وشركته التي كانت متمحوره حوله شملت لاحقا اقساما عده وموظفين كثر. بدايات الشركه كان لدي 4 أقسام هما أنا نفسه، فكنت لما برد على الناس في الإيميلات عن طريق الرسائل الإلكترونية أكون عندي 4 إيميلات أنا نفس الشخص برد. بعد نحو 12 عاماً على تأسيس الشركة، تقدم شركة محمد توقعات الطقس التي تغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأكثر من 31 مليون مستخدم. طبعاً اليوم موجودة في أكثر من دولة عربية، عندنا حوالي تقريباً 50 موظف. ورغم معوقات التمويل والخبرة، لا يزال شغف المهنة حلم الطفل نفسه الذي يمارسه في محطة خاصة للتنبؤ بالطقس أنشأها بمنزله ويتمتع بها بالشوارع المحيطة. أفادت مصادر الحدث بأن ضبط الصواريخ الخمسة في قضاء الكرم اليوم تزامن مع زيارة رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي للأنبار بعد استهداف منزله أمس بالكاتيوشا. فيما تبقى من استوديو الحدث بعد قليل. الوكالة الوطنية الصحية البريطانية قلقة من المتحور الجديد للكورونا BA2.
الآن مشاهدينا مع آخر أخبار الكورونا. ففي آخر التطورات غير المريحة، أعربت الوكالة الوطنية الصحية البريطانية عن قلقها من متحور جديد للكورونا، لا سيما مع تحذير خبراء بأن الموجة الحالية يمكن أن تطول بسبب اكتشاف سلالة جديدة من الأوميكرون. لكن خبراء صحيين نفوا معرفة تأثير المتحور الجديد، لافتين إلى أن المراقبة الجينية المستمرة كفيلة باكتشافها وتقييم أهميتها، كما أوضحوا أن المعطيات الحالية غير كافية لتحديد خطورة المرض الذي قد يسببه. هذا وشدد الخبراء على أن البديل الجديد قد لا يكون شيئا يدعو للقلق، لكنه يعني استمرار فيروس الكورونا لفترة أطول مما اعتقد سابقا. في دراسة هي الأولى من نوعها، توصل باحثون أمريكيون إلى تحديد 4 عوامل بيولوجية قد تساعد في التنبؤ ما إذا كان الشخص سيصاب بالكورونا طويل الأمد، وترتبط بشكل واضح بزيادة خطر الإصابة بأعراض دائمة بعد أسابيع. الباحثون الذين تابعوا أكثر من 200 مصاب بكورونا على مدى أشهر أبدوا تفاؤلهم بأن تساهم النتائج في تحديد طرق لمنع أو علاج كورونا طويل الأمد، وأوضحوا أن أحد العوامل 4 هي أن يكون الشخص مصابا بالسكري النوع الثاني. من باريس ينضم إلينا دكتور وحيد أحمد، اختصاصي الأمراض الصدرية في باريس. أهلا بك معنا دكتور وحيد. وقبل السؤال حتى عن مدى خطورة المتحور الجديد لأوميكرون BA2، دعنا نسأل عن هذه الدراسة، هل حقيقة يمكن التنبؤ بمن سيصابون بالكورونا طويل الأمد، أي بأعراض قد تكون مستمرة لمدة طويلة؟ يعني هذه دراسة على 200 شخص ربما تعطي أدلة بسيطة، ولكن حتما لن نستطيع أن نتنبأ من سيصيبه فعلا متلازمة ما بعد كوفيد أو لا. يعني من الصعب هذا الموضوع، لأن المتلازمة تصيب الشباب وتصيب الأعمار المسنة وتصيب أصحاب البنية السليمة وتصيب أصحاب الأمراض المزمنة، وربما يكون هناك بعض الأشياء التي ربما تخرج في المستقبل. أقول ربما، ولكن أنا شخصيا غير مقتنع بهذا الكلام. طيب، ما يتعلق بالمتحور الجديد من أوميكرون BA2، يعني لماذا أصبح يثير القلق أكثر، وما علاقة خصائص هذا المتحور بطول بقاء الكورونا؟ يعني نحن الآن نعرف أنه فيروس كورونا هو ARN، مثل كل فيروسات الARN سيتحول كل 15 يوم في طفرة أو تحول بسيط. يعني هناك مئات الألوف من الطفرات حدثت منذ زمن بعيد، وكل 3 أشهر ربما تحدث طفرات عميقة تغير من خصائصه. هذا شيء موجود، ولذلك صنفت هذه الطفرات بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية طفرات تدعو للقلق، أو طفرات يجب مراقبتها، أو طفرات بسيطة. ففي الوقت الحالي لا نستطيع الحكم على هذه الطفرة، ولكن متوقع أن تحدث طفرات زيادة في أوميكرون كما حدثت من قبل على بقية الفيروسات الكورونية. لذلك هذا الموضوع هذا الموضوع يحتاج لبعض الوقت لنكتشف هذه البروتينات ونكتشف خصائصها إذا كانت فعلا ستكون مهمة وتدعو للقلق أم لا. في الوقت الحالي هي تحت المراقبة. وفي الوقت الحالي ما الأجدى بالنسبة للتعامل مع اللقاحات، تكرار الجرعات المعززة أم ربما انتظار لقاحات جديدة؟ إن كنا نتحدث عن تحور يحدث كل أسبوعين. سؤال مهم جدا. نحن عندنا تجربة الأنفلونزا والجريب كما نقول دائما، وهي تحدث ARN، عبارة عن فيروس ARN أيضا كما هو الكوفيد، ونتعايش معه ويأتينا ضيفا كل شتاء، وكل سنة نضطر إلى تغيير الفيروس، تغيير اللقاح بحسب الطفرات التي تحدث على هذا الفيروس. وأعتقد نحن الآن على أعتاب لقاح جديد لفيروس أوميكرون، ربما من هنا حتى ينتج بعد شهرين يتحول ويحدث فيروس آخر. لذلك هذا الموضوع لن يكون بهذه السهولة الواقع. بالنسبة لثلاث جرعات لحد الآن أفادونا، وخاصة في المسنين وفي ذوي العاهات المزمنة أو الأمراض المزمنة، يعني خففوا الأكيد مخاطر الإصابة وخففوا العناية وخففوا الوفيات.
والجرعة الرابعة الآن أعتقد بأن لا مكان لها، لأنه خصائص الفيروس الجديد أصبحت كثيرة وهروب المناعي كثير على اللقاح السابق. لذلك هناك ننتظر نحن وإياكم اللقاح الجديد على أمل أن لا يتغير الأوميكرون ويأتي فيروس آخر يحتاج للقاح جديد. أعتقد بالنهاية سيكون هناك نوع من التعايش مع هذا الفيروس، وكل سنة نستطيع أن نجمع الطفرات الأهم وربما نعمل لقاح مشترك مع الفيروس الجريب الإنفلونزا وننتهي بهذا الشكل. طيب في دقيقة لو سمحت دكتور وحيد، هذه الجرعات الثلاث كافية لمدة كم، 6 أشهر أم عام؟ يعني متى يجب تكرار هذه الجرعات الثلاث، جرعتين وجرعة معززة؟ حاليا كل 3 أشهر تقريبا يجب تكرارها، وهذا سيؤدي إلى مشاكل مناعية في الجسم ويؤدي إلى إضعاف المناعة بشكل عام، وهذا ليس أسلوب وليس له فائدة الواقع. لذلك علينا أن نلتزم ونتعايش مع هذا الفيروس ونتقبل أعراضه البسيطة ونحاول أن نجد وسيلة كما مع الأنفلونزا لتلقيح المسنين وتلقيح ذوي العاهات المزمنة لمنع الحالات الخطيرة لديهم. أعتقد سنصل إلى هذا الموضوع. من باريس دكتور وحيد أحمد اختصاصي الأمراض الصدرية، شكرا جزيلا لك دكتور وحيد على ما تفضلت به من جرعات إيضاحية في هذا المباشر، أشكرك. مشاهدينا انتهت حلقة اليوم من استوديو الحدث، ألقاكم غدا في حلقة جديدة، إلى اللقاء.